نحن اليوم في جلسة واحدة دستورية، أنتن افتتحتن الجلسة ورفعتموها، نحن خارج الإطار، كان الأجدر بكن إما أن تتكلمن عن إيقاف الجلسة، أو الأجدر والأصح هو عن تعليق الجلسة. نحن اليوم الآن خارج القانون، افتتحت هي جلسة واحدة دستورية، افتتحت ورفعت، انتهى الأمر، انتهى الأمر. اسمح لي يا سيد، اسمح لي يا سيد، هذا القانون جلسة واحدة دستورية تم افتتاحها ورفعها وانتهى الأمر. اسمح لي يا سيد الرئيس، ورفعت الجلسة. تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة، لا غير باش نكونوا فاهمين، السيدة الرئيسة استجبت لواحد الطلب ديال السيد النائب المحترم رئيس المجموعة النيابية، اللي طلب لي واسمح لي السي والسيد رئيس الفريق الحركي اللي طلبوا رفع الجلسة للتشاور، وهذا اللي قبلته الرئاسة مشكورة، وهذه فرصة لنا في فريق التجمع الوطني الأحرى وفي الأغلبية ككل أننا بدورنا نشكر جلالة الملك على المبادرة اللي قام بها. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. اسمح لي سيد الرئيس، كانت بطلب من الحزب ديالكم، سيد الرئيس طلب بأنه رفع الجلسة. اسمح لي، رفعنا الجلسة لظروف استثنائية، من أجل لأن السادة النواب طلبوا تتبع هذه المبادرة الإنسانية اللي قام بها سيدنا الله ينصره، وبالتالي فإنه باتفاق الجميع تم رفعها وتم استئنافها. وشكرا. دابا تبدا نرحبوا بهم. اسمح لي نخبر السيدات والسادة أعضاء المجلس أنه يوجد بين ظهرينا السيدة سامونتا نوغاليس رئيسة لجنة العلاقات الاقتصادية الدولية ونائبة رئيس لجنة السياسات الدولية وحماية المهاجرين عن جمهورية بوليفيا. باسمكم جميعا نرحب بالضيفة الكريمة والوفد المرافق لها، ونتمنى لهما مقاما طيبا. نتمنى لكم مقاما طيبا، وأن تشكل هذه المناسبة فرصة مهمة في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية بوليفيا، فأهلا وسهلا بكم في المملكة المغربية. تفضل السيد الرئيس. طبعا البرلمان المغربي حي، وخصهم يعرفوا هذه الحيوية اللي فيه، وفي هذا الإطار نقطة نظام السيدة الرئيسة في تسيير. السيد الرئيس في تسيير؟ طبعا طبعا في تسيير، أنا ما عمري كنتكلم بخارج تسيير. الجواب ديالكم على الفريق المحترم وعلى العطلة وعلى أنه ديك المادة جات من بعد غير صحيح. القرار ديال 11 يونيو ديال المكتب قرر بأنه اعتبر هذا الموضوع ديال تغييب المعارض في إعلام عمومي، بالإضافة لغش في الكمية المعبأة لمادة الغزبوطان غزوال 12 كيلو ديال العدالة والتنمية، كارثة الخمور الفاسدة ديال العدالة والتنمية، الإجراءات الرقابية للحكومة وعن التشريع الخاص بتوفير شروط الصحة والسلام بأماكن العمل، هادو في التسيير السيدة الرئيسة في إطار المادة 152 قررتم. وأنا كنكمل، لا خليتيني نكمل سيدة الرئيسة. قررتم بأن لا تحيلوها كمادة 152. انتهت الدقيقة ديال نقطة نظام، قفل الصوت. انتهت النقطة ديال نقطة اسمح لي السيد الرئيس، اسمح لي انتهت النقطة دي. عندك دقيقة ديال نقطة النظام. صافي تفضل السيد الرئيس. سير السيد الرئيس.
اسمح لي السيد الرئيس، ماشي اسمح لي، ماشي في التسيير السيد الرئيس، ماشي في التسيير السيد الرئيس، دخلتي ما دخل لا سيد الرئيس، ماشي في التسيير السيد الرئيس، مادة 152 المقترحات اللي كتجي للمكتب دابا كتدخل كتدخل في العمل ديال المكتب، المكتب يرتأى بأنه ما كتوفرش فيه الشروط ديال المادة 152 والآن كتدخل في العمل. سمح لي ماشي بزز البت فيها اللي لا سمح لي سيد الرئيس، هذا تبقى للمادة 151 بأنه خارج نقطة ديال تسيير بأنه يسحب الكلام ديالكم من المحضر. شكرا. تفضل سيد ويزي. شكرا سيد الرئيس. أنا أتوجه لا أنا أيوة أيوة سمحوا لي لا وكيف لا أخذت الكلمة خذيت الكلمة كاين رئيس سيبوان برحمي وليدي كاين رئيسة الجلسة كاين رئيسة دقيقة ديالك ديال نقطة بيضان هي اللي عطتني كلمة لحق على خذيتي النقطة هي عطتني كلمة هي اللي عطتني كلمة الرئيسة سواسي عبد الله الرئيسة عطتني كلمة سيبوانو عطتني كلمة لا اسمح لي الدقيقة ديالك استنفدتيها ديال نقطة نظام اسمح لي تفضل السيد الرئيس تفضل السيد تويزي انا اولا انا كنت توجه لك السيدة الرئيسة لا وانا ما غاتسكت انا ما غاتسكتش تفضل السيد تويزي سمحوا لي راه انتوما اللي كديروا الفوضى لا سمح لي سيد نائب استنفد الوقت ديالو الدقيقة ديالو ديال نقطة نظام خداها واستنفدها لا سمح لي لا نقطة خد تفضل السيد واش خدا الدقيقة ديالو ديال نقطة واش خدا الدقيقة ديالو سمح لي تفضل اسمح لي يا سيد نائب تفضل سيد رئيس تفضل سيد الرئيسة سيد رئيس بلاتي سيد رئيس 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 رجاء سمح لي رجاء سي تويزي بغيتي تاخذ الكلمة تفضل سي شهيد تفضل سي شهيد سيد رئيس تفضل سي شهيد تفضل سيد رئيس رجاء السادة النواب المحترمون السيدة الرئيسة السيدة الرئيسة شوية الاحترام لهذا الجلسة الدستورية السيدة الرئيسة السيدة الرئيسة نحن اليوم أمام مسؤولية ديالنا جماعة السيدة الرئيسة السيدة الرئيسة السيدة الرئيسة والسادة النواب والسادة الرؤساء رجاء لأننا أمام مسؤولية ديال نردوا الاعتبار دائما لهذه المؤسسة جماعة السيدة الرئيسة اللي كنلتمس منك بعض يعني سعة الصدر لتدبير هذه الاختلافات اللي كاينة اليوم في العملية ولكن أهم شيء فيها رجاء الإخوة اللي تيتكلموا لأن من اللي تيتقاطعوا كل الآراء حرة ومقدسة الرأي مقدس ولكن ماشي بالضرورة غنتفقوا معه من اللي كتخذ نقطة نظام يتسمح لها تعبر عليها ولا تعليقات عليها لأن من شأن هذا يعاوننا جميع أننا نمشيو لبر الأمان ما غاديش نعطي الدروس لشي حد ولكن أنا شخصيا
ما استمعتش لنقطة نظام ديال سي عبد الله بوانو لأن طيلته هو تيتكلم. شكرا. كاين آراء أخرى كنستمع لها. شكرا سي النائب المحترم، شكرا، انتهى الوقت، شكرا. تفضل سي تويزي، تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. أنا كنت أوجهك سيدة الرئيسة فيما يخص المادة بفعل المادة 151 اللي كانت اللي هي واضحة وقرأتها، عليك أن تطبقي هذه المادة على الجميع، على أن هذه المادة خمس أخذ الكلمة واضحة وضوح الشمس في وسط النهار. هذه المادة في 151 فيما يخص أخذ الكلمة. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. وما يمكنش السيد الرئيس. شوف شوف السيد الرئيس، إلا سمحتي إلا سمحتي السيد الرئيس، إلا سمحتي السيد الرئيس، إلا سمحتي السيدة الرئيسة، أنا اللي بغيت نقول أن المادة 152 من النظام الداخلي واضحة، تناول الكاميرا في أمر طارئ وعام، وهذا الشيء فعلا تناقشنا فيه كما قال السيد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة. في إذا خصنا هذه الصلابة ديال المؤسسات ديالنا نثقوا فيها ونحافظوا عليها بما فيها المؤسسات والهياكل اللي تتسير هذا المجلس، وهذه الرسالة ديال فريق التجمع الوطني الأحرار للإخوة رؤساء الفرق. شكرا لكم. شكرا السيد رئيس. تفضل السيد رئيس. السيدة الرئيسة، المادة 152 طبعا تما إعدامها وغادي نديروا منها بنقص وقيلة في التعديل إن شاء الله اللي احنا بصدده. المادة 151 تتقول بأن تناول الكلمة تكون إما في تطبيق مقتضيات النظام الداخلي أو في بعض الأمور اللي عندها علاقة بمقتضيات النظام الداخلي، والحال أرجوكم على ضبط هذا الموضوع لأنكم بدون شك تقال بركة علينا من نقاط نظام. أنا أقول بأن لنا الحق في تناول الكلمة، حينما تحجبون علينا حق تناول الكلمة المواطن راه تيوقع عنده عكس ما تظنون. إذن موضوع المقترحات القوانين مسون سمح لي يا سيد رئيس من حقوق المعارضة طلب. حق لا لا ما حاجة تسير، ما عنديش حاجة ضد الرئاسة والمكتب، ولكن أقول لا يمكن أن نستمر دون دراستي والموافقة من عدمها لمقترحات القوانين. هذا هو الدور الأساسي ديالنا، وإلا خصنا نمشيو بحالنا. شكرا السيد رئيس. اسمح لي السيد رئيس، انتهى الوقت السيد رئيس ديال نقطة ردام. تفضل السيد رئيس. شكرا سيد الرئيسة. سيد الرئيس أعتقد مع كامل الاحترام والتقدير لقد ساهمتم في تدبيركم لهذه الجلسة ما نراه اليوم، لأن لو احترمتي النظام الداخلي ونقاط النظام اللي اتخذت كلها داخلة في التسيير وفي النظام الداخلي، وتعطي للنائب أو الرئيس يعبر على الموقف دياله وتسمعيه ما تقاطعيش وتجاوبيه، لأن التدبير ديال الجلسة تسمعوا لبعضياتنا. أنا أرجوكي باش سي عبد الله بوانو قطعتيه وحرمتيه من نقطة النظام، سي تويزي ما خليتيش يكمل الفكرة، نسمعوا لبعضياتنا. حنا ما جايينش هنا كندابزو، حنا جايين اليوم نقاش صحي، ما جايينش كنناقشوا اليوم هاد المادة 152، لأن عامين ونص دابا اللي دازت أصبحت المادة 152 تزعج الحكومة. دابا كاين النظام الداخلي عندكم أغلبيتكم، وحيدوا هذه المادة 152 ونتهناو منها، وحيدوا حتى بعض الآليات أخرى. ولهذا نقط النظام هي مشروعة، ومادة 152 خلال هذا العامين ونص رجعوا شحال دازت، جوج المرات اللي دازت. شكرا سيد رئيس، انتهى الوقت. سمح تفضل السيد رئيس. في السيرة سيد رئيس. شوف نقطة نظام في التسيير أو تطبيق النظام الداخلي. سأتكلموا في تطبيق النظام الداخلي. نصف ولاية والمعارضة تطالب الحكومة بالخضوع لسيادة الدستور والقانون، وذلك بحضور جميع أعضاء الحكومة المبرمجين في القطب، وهي تماطل إلى أن افتعلت مجموعة من الأغلبية حتى لا أقول المقاطعة المعلومة ضجة ساعات كنتكلم حتى لا أقول سيد رئيس. هذا الوقت هذا الوقت كاين شيء تعال سيد رئيس سيد رئيس سيد رئيس هذا الكلام والله سيد رئيس
السيد الرئيس. خلاص كيبقى لي الماده 151 يسحب كلام السيد يسحب كلامكم من المحضر ديال الجلسه. انا اتكلم انا غادي نجاوب وغنستمر في الوقت مشى رجع للوقت ارجع للوقت بدون مزايدات السيد الرئيس. شكرا. لا لا خصهم يهضروا. لا 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 سمح لي السيد الرئيس. لا الرئيسه وخليه يكمل يسحب كلام السيد نائب من المحضر لانه لا علاقه له. كمل. اسمح لي يا سيد الرئيس. اسمح لي يا سيد الرئيس. حضرات السيدات والسادة اسمح لي. اسمح لي يا سيد الرئيس. اسمح لي. اسمح لي يا سيد الرئيس. عندك دقيقة ديال نقطة نظام سالات والموضوع المداخلة ديالك لا علاقة له بتسير وبالتالي أنه يسحب من المحضر. حضرات السيدات والسادة تفضل السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة إلا جات على خاطرك نرفعوا الجلسة للتشاور مع رؤساء الفرق باش نوفروا أجواء مناسبة للنقاش والحكومة حاضرة معنا ومن المفروض أنه ندوزوا للمرحلة ديال المساءلة الحكومة. مع الأسف جرت المياه وبما لا تشتهي السفن خصنا نرفعوا الجلسة للتشاور مع رؤساء الفرق. اقترح عليكم باش نرفعوا واحد العشرة دقائق للتشاور. نرفع الجلسة 10 دقائق للتشاور. شكرا.